احنا الحمد لله رب العالمين هذا مو اول معسكر لنا في جمهوريه مصر العربيه، لان جمهوريه مصر العربيه تتمتع في الكثير من العوامل والمعايير اللي يحتاجها اغلب المنتخبات، عندها الفرق القويه، عندها الانديه القويه، وايضا متوفره في المنشات الجيده والجميله. فعشان كذي احنا دائما مصر هي الدوله الاولى في اختيارات الاتحاد الكويتي لكره القدم في اقامه معسكرات. طبعا معسكرنا راح يكون ان شاء الله مده 16 يوم، راح يكون هنا نصف المده الاولى راح تكون في 6 اكتوبر يعني القاهره، مبارياتنا راح تكون على هذا الملعب، والفتره الثانيه ان شاء الله راح تكون في الاسكندريه، راح نلعب فيها 3 مباريات مع منتخب مصر ان شاء الله. احنا اخترنا منتخب مصر وهو يكون اول منتخبات اللي راح تكون لها كفتره استعداد وتجهيز لكاس اسيا، لان المنتخب المصري تو راجع من بطوله القارات في الامارات وادى اداء ممتاز جدا مع البرازيل وايضا البرتغال، فاحتك مع فرق عالميه وممتازه جدا، فاحنا قلنا نستفيد من هذا الاحتكاك كبدايه مع المنتخب المصري، وبعدين ان شاء الله راح يكون الجوله الثانيه عندنا استضافه لمنتخب عمان وهو راح يكون المنتخب الثاني لاستعدادات حق كاس اسيا ان شاء الله. اليوم لعبنا مباراه الاولى استعداد منتخب مصر، ان شاء الله راح تكون مباراه مقام في منتخب في اسكندريه، انا اسف. منتخب شلال الدخان قدم مباراه جميله جدا اليوم. احنا جايين طبعا عندنا 6 أو 7 لاعبين اول مره يلعبون في المنتخب، جددنا الفريق من معدل الاعمار نزل من 35 سنه الى 22 سنه، ومنتخب مصر منتخب قوي مصنف عالميا ومنتخب كبير. احنا منتخب الكويت قاعدين نستعد لبطوله اسيا ان شاء الله، ولينا كلمه باذن الله تعالى ان شاء الله بطوله اسيا القادمه. عسكرنا في الكويت معسكر داخلي قبل اني جمهوريه مصر العربيه، منتخب كبير منتخب قوي جدا، يملك عناصر كبيره وقويه ولها اسمها في افريقيا، وهذا فريق متاهل كاس العالم، لذلك احنا جايين نكسب خبره منهم ونتعلم، وباذن الله تعالى نطلع بنتيجه طيبه باذن الله. حاليا احنا في صدد الاستعداد لبطوله اسيا، وهذه المره الثانيه اللي نختار فيها جمهوريه مصر العربيه، اولا لان الفرق اللي موجوده فيها على قدر محترم جدا من المستوى الفني، بالإضافة إلى أن المدرسة اللي احنا قاعد نتدرب عليها هي مدرسة الكابتن أحمد عبد الرازق، اللي تعتبر مدرسة مميزة خصوصا خلال الخمس سنوات اللي فاتت في عالم كرة القدم الشاطئية. اختيارنا لمصر لأن منتخب مصر أصلا من الفرق اللي حققت نجاح باهر خلال فترة الخمس سنوات اللي فاتت، وعلى اعتبار أن كرة القدم الشاطئية في الكويت كرة حديثة، فمن الأفضل أن احنا نحتك بمدارس مختلفة عن الكرة الآسيوية علشان نقدر نتطور بأسرع وقت ممكن. فاختيارنا لجمهورية مصر العربية كان قرار مدروس، نشكر على الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللي سهل لنا كل التسهيلات وقدم لنا كل الأشياء اللي نحتاجها في سبيل نجاح هذا المعسكر. نشكر الاتحاد الكويتي أولا على طلعتنا هذه المعسكر، إن شاء الله بالمبارتين الوديات ونجهز حق نباري منتخب مصر إن شاء الله بالأسبوع القادم، وهذا تجهيز كله حق كاس آسيا بإذن الله، وإن شاء الله يكون لنا كلمة في كاس آسيا. عدل كلامك، في عديد من اللاعبين الصغار اللي يدد طالعين معانا، وان شاء الله في تطور مستمر والاداء افضل ان شاء الله. والف نعم بالكابتن احمد عبد الرازق اخونا الكبير وكبيرنا في اللعبه، واستفدنا منه الكثير واحنا واثقين فيه ان شاء الله، ومع مساعدتنا له ومساعدته لنا ان شاء الله حنحقق الهدف المطلوب منه باذن الله. طبعا في اختلاف كبير، طبعا تعرفين اللاعب المصري بيمتاز بالمهاره والقوه والسرعه والصفات الارضيه، لاعب الكويتي مرفع شويه، يعني في طبعا اكيد في فرق، بس الحمد لله قدرنا مسكت الفرق الحمد لله من 2019. الجيل كان كله كبير، في الاعمار كان كبيره جدا، الحمد لله قدرت انزل بالاعمار، احنا كنا متوسط العمر عندنا 34 سنه و8 شهور، الحمد لله نزلنا دلوقتي 25 سنه و3 شهور الحمد لله، كله جيل جديد ما لعبش حتى لعب شاطئيه قبل كده، لعبوا على طول منتخب، فانت عارف الكويت بلد صغيره جدا، فاحنا لما تجيب لعيب اكيد بتجيبه بصعوبه، فالحمد لله عملنا جيل كويس، ونتمنى ان نعمل حاجه للكويت نشرف مصر بيها ان شاء الله كمدرب مصري.